السلام عليكم. النهاردة هنشرح شابتر 2 في الموني اند بانكينج. الشابتر ده بيتكلم على الفاينانشال ماركتس. طب ايه هي الفاينانشال ماركتس؟ فاينانشال ماركتس اللي هي الاسواق المالية. ايه هي الاسواق المالية؟ الاسواق المالية اللي هي زي البورصة، زي البنوك. البنوك مثلا بتاخد فلوسك عشان تستثمرها وتديها لحد تاني. تمام، يعني انت بتحط فلوسك في البنك عشان تاخد فوائدها، بس هما بيدوها قروض لحد تاني مثلا، وهكذا. يعني هما بيسوقوا فلوسك اساسا. والبورصة نفس الكلام، انت بتحط فلوسك لشركة عشان الشركة تاخد فلوسك، وهكذا. يعني الموضوع كله هو سوق مالي بيتنقل في فلوسك. تمام. الفاينانشال ماركتس متقسمة لحاجتين. اول حاجة الدايركت فاينانس اللي هو مثلا انا يعني عملية مباشرة مش محتاجة وسيط. يعني انا مثلا لو صاحبي محتاج فلوس عشان يكمل ويجيب موبايل، وانا معايا الفلوس دي اديها له مباشرة، مش محتاج يروح البنك ياخد فلوس. الاندايركت فاينانس زي ما احنا لسه قايلين، اللي هو زي البنوك. طيب بعد كده عندنا ثلاث انواع في الدايركت فاينانس. اول نوع الديبت اند ايكويتي ماركتس. طب ايه اساسا الديبت ماركتس؟ الديبت ماركتس دي اساسا اللي هي سوق انت بتحط فيه فلوسك، بس انت مالكش دعوه الموضوع ده يكسب ولا يخسر. يعني ايه مالكش دعوه يكسب ولا يخسر؟ يعني انت متفق معاهم على مبلغ محدد، متفق مثلا معاهم على 1000 جنيه كل مثلا سنه. تمام، انت ليك ان انت تاخد 1000 جنيه. الشركة كسبت، الشركة خسرت، انت دي مش مشكلتك. المهم بتاخد فلوسك في ميعادك المحدد. الميعادك المحدد ده اللي هو اسمه الماتيوريتي ديت. طيب الماتيوريتي ديت ده ليه 3 انواع. اول نوع اللي هو الشورت تيرم. الشورت تيرم ده اللي هو اقل من سنة. تاني نوع اللي هو الانترميديت تيرم، اللي هو من سنة لعشر سنين. يعني انت تاخد فلوسك خلال سنة لعشر سنين. تالت نوع اللي هو اللونج تيرم، اللي هو اكتر من 10 سنين. تمام، وكده نبقى خلصنا من الديبت ماركتس. ندخل بعد كده على الايكوتي ماركتس. الايكوتي ماركتس دي بقى زي البورصة او حامل السهم. انت اساسا بقيت من اصحاب الشركة، فانت الشركة لو خسرت انت هتخسر، لو الشركة كسبت انت هتكسب. فدي حاجة مش بإيدك، عكس الديبت. تمام. تاني نوع عندنا في الدايركت فاينانس البرايمري اند سيكندري ماركتس. طب البرايمري ماركتس دي اساسا عبارة عن عمليات لسه جديدة. يعني انا لسه معايا سهم ولسه اول مرة ابيعه، لسه اول مرة اتاجر فيه. على عكس السيكندري ماركت. السيكندري ماركت السهم ده اساسا يعني انا تاجرت فيه قبل كده. يعني انا بعته لحد، والحد ده هيبيعه، واللي اتباع له هيبيعه، وهكذا. فده اسمه سيكندري ماركت على عكس البرايمري ماركت. ندخل في تالت نوع واخر نوع في الدايركت فاينانس الموني اند كابيتال ماركتس. طب الموني اند كابيتال ماركتس ايه الفرق ما بينهم؟ ده بيتوقف على الماتوريتي ديت. الموني ماركت اساسا بيبقى شورت تيرم بس، يعني اقل من سنه. يعني انت بتاخد فلوسك في اقل من سنه. اما الكابيتال ماركت بيبقى لونجر تيرم، يعني سواء انترميديت تيرم او لونج تيرم، يعني اللي هو من سنه لعشر سنين او اكتر من 10 سنين. يعني اساسا الكابيتال ماركت بيبقى اكتر من سنه. تمام، بعد كده عندنا بيقول لك طب الموني ماركت زي ايه. طيب الموني ماركت ليه امثله. اول مثال اللي هو التريجري بيلز. التريجري بيلز دي بيلز ورقه حكوميه كده، يعني هي ورقه حكوميه بس ملهاش عائد، لكن انت بتاخدها من الحكومه بخصم معين او عليها تخفيض معين. تمام، تاني نوع اللي هو البنك سيرتيفيكيتس اوف ديبوزيت. يعني دي اساسا شهادات بنكيه وليها فوائد معينه. يعني زي ما انت يقول لك مثلا شهاده البنك كذا دي مثلا بيبقى ليها فوائد كل سنه كذا، فانت بتروح تشتريها. تمام، تالت نوع اللي هو الكوميركال بيبر، ودي هي الاوراق التجاريه، ودي بتبقى عن طريق الشركات، ودي ممكن ما تضمنش حقك بيها بنسبه 100%، ما تضمنش حقك في فلوسك. في عندنا 4 انواع في الكابيتال ماركت. اول نوع اللي هو الستوكس. الستوكس اللي هو البورصه، الاسهم في البورصه. وتاني نوع اللي هو الرهانات العقاريه. وتالت نوع البوندز اللي هي القيود في البنك. يعني مثلا انت حاجه بتضمن حقك بمبلغ معين مثلا في البنك. رابع نوع اللي هو السكيورتيز، اللي هو ان انت تتعهد ان انت تسدد فلوس معينه زي الشيكات. تمام،
بعد كده احنا كده خلصنا الدايركت فاينانس، هندخل على الاندايركت فاينانس. الاندايركت فاينانس شرط اساسي فيها ان يبقى فيه وسطاء ماليين، تمام، دي حاجة اساسية. اول حاجة عندنا في الاندايركت فاينانس حاجة اسمها ترانزاكشن كوستس. طب ايه هي ترانزاكشن كوستس؟ مثلا عشان انت تجيب عربية او شقة لازم بتقعد تضيع وقت وفلوس ومجهود كتير جدا عشان تدور على الحاجة دي، وتقعد تعمل سيرش على النت، وتقعد تعمل وتقعد تدور وتسأل اصحابك وفي الشغل وفي الجامعة وفي كله عشان مثلا تلاقي شقة بسعر مناسب. لكن لو انت لقيت سمسار اللي هو المفروض وسيط مالي عندنا في المادة، السمسار ده بيوفر عليك وقت ومجهود وكمان فلوس، حتى هو هياخد فلوس وهياخد نسبة بس هيوفر عليك فلوس برضه، تمام. تاني حاجة عندنا اللي هي الريسك شيرنج، الريسك اللي هو المخاطرة. يعني انا دلوقتي عشان افتح مشروع جديد هيبقى فيه مخاطرة، يعني انا عايز افتح محل بلاي ستيشن جديد هيبقى فيه مخاطرة، لو عايز افتح كافيه جديد هيبقى فيه مخاطرة، انت مش عارف انت تكسب ولا لا، انت مش ضامن. ده مثلا في ظل مثلا الاسعار غاليه دلوقتي في البلد، انت مش عارف هل مثلا الناس عندها رفاهيه لدرجه ان تقعد في كافيه وتدفع 20 جنيه مثلا في مشروب، انت ما تعرفش دماغ الناس هتتغير ولا لا. هو ده الريسك، تمام. طيب عشان اقلل الموضوع ده اعمل ايه؟ لازم احط فلوسي في كذا حاجه. يعني ما اروحش احط فلوسي مثلا لو انا معايا 1,000,000 جنيه ما احطش 1,000,000 جنيه كلهم في محل البلاي ستيشن او في الكافيه، لازم اوزعهم على كذا حاجه بحيث ان لو حاجه كسبت حاجه خسرت حاجه تكسب وهكذا الحكس. طيب لازم يبقى عندنا قانون. ايه هو القانون؟ بيقول لك ان كل ما الريسك ده يعلى المكسب هيكتر. يعني انت كل ما يبقى عندك ريسك اكتر انت هتكسب اكتر، ده قانون معروف. والعكس طبعا، لو انت ما عندكش ريسك انت مش هتكسب وهتفضل طول عمرك مكانك، تمام. تالت حاجه عندنا الاسيمتريك انفورميشن. طب ايه هي الاسيمتريك انفورميشن؟ يعني انت دلوقتي عندك مشكله. ايه هي المشكله؟ ان انت عارف جزء من حاجه والجزء التاني لا. يعني انت مثلا ما تعرفش المستثمر اللي انت تديله فلوسك ده كويس ولا لا، فدي طبعا مخاطره، تمام. طيب عشان اخد القرار ده هيترتب عليه مشكلتين، ممكن مشكلة قبل ما انا استثمر فلوسي مع واحد ومشكلة بعد ما انا استثمر فلوسي معه. اول مشكلة اسمها الادفرس ريسك، والادفرس ريسك دي المشكلة اللي هي قبل ما انا استثمر فلوسي معاه. طب هيحصل ايه؟ بيبقى في احتمالية عالية ان انا اقع حظي الاسود مع مستثمر وحش في السوق، لان دايما المستثمر الوحش هو اللي بيجتهد ان هو يجذبك ليه. يعني يقعد يقول لك انا اللي هجيب لك فلوس، انا اللي هستثمر لك في كذا وكذا 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 وكذا، وطبعا دايما اللي بيعمل كده هو اللي بيبقى كذاب، تمام. تاني مشكلة عندك المورال هازارد. المورال هازارد دي بقى مشكلة بس بعد العملية نفسها، ان هو بعد ما انت تدي فلوسك للمستثمر ممكن يحط فلوسك في حاجة محظورة او حاجة انت مش عايزها. يعني انت مثلا قلت له عايز احط فلوسي في مشروع عربيات، حط فلوسك في مصنع مناديل الورق، تمام. او حاجة غير اخلاقية، يعني انا مثلا هو انا اديت له فلوسي عشان يعمل بيها حاجة، ام هو حطها مثلا في مشروع زي كباريه مثلا، تمام. طيب كده خلصنا وناقص لنا حاجتين. اول حاجة اللي هي الـ types of financial intermediaries، يعني انواع الوسطاء الماليين اللي احنا قلنا عليهم. اول نوع اللي هو زي البنوك اللي احنا قلنا عليه في الاول، تاني نوع اللي هو شركات التأمين على الحياة وصناديق التأمينات والمعاشات، تالت نوع الوسطاء الاستثماريين زي الشركات المالية وبنوك الاستثمار اللي هم أساسا معمولين عشان يستثمروا فلوسك وبس، آخر حاجة الـ regulation of the financial system، يعني إيه الحاجات اللي تنظم الـ financial system. عندنا هنا حاجتين بس والدكتور قالت ما تذكروش من الكتاب، وهي دي الحاجتين اللي علينا وبس. طيب إيه هي بقى؟ اول حاجة ان احنا لازم نكتر المعلومات المتاحة للمستثمرين دول. يعني انا هستثمر فلوسي في بلاي ستيشن معين وهيبقى معايا وسيط مالي يساعدني، لازم هو يوفر لي معلومات زيادة، ما بقاش قاعد على قفايا كده، تمام. تاني حاجة يبقى فيه تأكيد للسمعة بتاعة المستثمر ده. يعني مثلا ابقى واثق وانا بستثمر فلوسي مع الوسيط المالي ده ان هو راجل كويس،
تمام. وكده نبقى خلصنا شابتر 2 في الموني اند بانكينج. يا رب تكونوا فهمتوا. شكرا.